هذا الفيديو بس مجرد توضيح انه هاني حاليا سويت تعديل على الصفحة الخاصة بنا وضفت بس يعني معلومات باللغة العربية حتى تكون يعني الصفحة كلها بمعلومات بلغة عربية يعني ضفت هذا النص يكون يعني احسن لانه كله باللغة العربية ضفت هذه اللي هي بس مجرد ايش 2 مقدم عن الجهاز او عن هذا الموضوع وضفت هذا البارغراف نص عادي يعني كتبته بهذا الشكل فماكو اي شيء يعني مختلف او يعني فتاك جديد شرحته بس حبيت انه ارتب الصفحه تكون بشكل اجمل فضفت هذه باللغه العربيه وضفت هذه الجديده اللي هي المقدمه وهذا النص مالها اما بقيه الميزات هذا الامور بس مجرد عدلت النصوص الخاص بها لكن ما غيرت اي شيء من حيث الاتش فهذا بس يعني تنويه وايضا راح الكود او انتم يعني تعدلون على راحتكم كلمات تريدون تخلوها او المنتج اللي اي شيء انتم ممكن تخلوه بس انا حتى يعني يكون الصفحه منظمه اكثر هذا الفيديو بس مجرد حبيت اشرحه انه انا غيرت بعض المعلومات على صفحة اتصل بنا حتى تكون ايضا يعني منظمة اكثر والمعلومات اللي بداخلها او النصوص تكون ايضا باللغة العربية فخليني اشوف شنو سويت التعديلات ايضا الكود راح اخليكم اياه يعني تعديلات بسيطة بس مجرد ضفت اللي هي الدايركشن ار حتى يبدا من اليمين الى اليسار وايضا اللانج اللغة يعني اللانجوج تكون عربي هاي الشغلات جديدة آه كلها غيرتها باللغة العربية اتصل بنا اتصل بنا أه هنا هذه بدل ما اللي هي الليجند او legend معلومات شخصيه سويتها كل هذه الليبلز غيرتها اللي النصوص باللغه العربيه طبعا الاي دي ما له علاقه بس غيرت النصوص اللي تظهر للشخص نفس الحاله بالنسبه للبليس هولدر اخر شيء عندنا شنو آه طبعا هذه المعلومات مال الكومباني انفورميشن اللي ضفتها بالدروس السابقه مشرحنا عن انشاء الفورمز فاللي هي معلومات الكومباني هذه الفيلد الثانيه كانت حذفتها بس مجرد خليت اللي هي الاولى اللي بيها معلومات شخصيه بينما هذه معلومات الشركه حذفتها يعني حتى تكون واقعيه اكثر وهذا زر خلينا نفسه ما بيه اي فكل هذا يعني بس تغييرات بسيطه حتى تكون ملائمه او يعني جيده حيث القراءه والفهم حتى تكون كلها باللغه العربيه فهذا بس مجرد تلميح بسيط يعني شكرا